ايه ده؟ وحشتيني. ده انت بجح قوي بقى. مش بجاح، ده حب يا نادي. اللي زيك اصلا ما عندوش قلب عشان يعرف يحب. وامشي بقى دلوقتي بدل ما افرج عليك الناس. الله 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 الله، ده احنا قلبنا قوي بقى نعرف نزعق. لا انا ما اعرفش ان الجواز بيقوي قلب كده يا ناديه بصراحه. اللي قوليلي بقى، انت عملت ايه في الحمل؟ سقطتي ولا اللي قوي قلبك كده لبسه؟ انت اوسخ واحد انا شفته في حياتي. اوسخ والله العظيم، لو ما مشيتش لا هصوت وهلم عليك الناس. تمام، صوت وعلي صوتك في السويت والنبي، عشان انت اللي هتتفتحي مش انا. احنا دافنينه سوا. انت عايز ايه بالظبط؟ وحشتيني. ابن تيتك على يا كسبه، ابن الكسبه يا حصل. انت بتيتك على بنات الناس في الحرم الجامعي. الحرم الجامعي وكمان بتتريق على ايه؟ مين ده؟ خلاص مين قال اللي هعلمك؟ الله الله الله، خلاص اسكتينا. اسكتينا خلاص. اوعى تكتب في تيتك. اوعى افهم بيه. ايوه يا عبد الله، انت فين؟ انا مع الاستاذه هايدي هنا في المقابر بتزور المرحوم. هتتاخروا؟ ما انا مش عارف والله، بس انت عارف الاستاذه هايدي من ساعه اللي حصل بطلت تسوق. كنت عايز حاجه؟ اصل قربت اخلص شغل وكنت عايزك توصلني. طيب ماشي، انا هوصلها واجي لحضرتك على طول. لا 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 خلاص، انا هروح بعربيتي. طيب ماشي افهم بيه. ماشي افهم. سلام يا فندم. سلام عليكم. سكرينة يا سكرينة، ما خلاص بقى يا سكرينة. كتاياتي يا جازاتي، يا جازاتي، ان انا وقفت جنبك برضه بتروح الجامع وتقف مع اللي اسمه طريق ايه؟ والله العظيم هو اللي وقفني غصب عني. وبعدين انا قلت الكلام ده قدامك وقدام بتوع الامن وهما بيسلكوا في الخناق. هم بتوع الامن دول ما سابونيش غير لما طلعت القسيمه. انا كنت هتحبس يا ناتي. ما انت سقت فيها يا سكرينة وفتحت له دماغه قدام الجامعه كلها. ماشي ماشي، زعلان عليه قوي يعني؟ لا بالعكس، انا مبسوطه كده. عارف فشيت لي جليلي فيه. طب اقول لك يا ناتي. نعم. والله العظيم يا ناتي، لو سمعت اي كلمه تانية عن طريق تيه ولا عرفت ان انت وقفت معاه، انا ما اعرفش ساعتها اعمل ايه. حاضر والله العظيم هقف معاه حتى لو وقفني غصب عني، بس ما تكشرش كده يا سكرينه. خلاص سيبيني دلوقتي. شكلك وحش. خلاص فك. بعدين ما قلتليش اصلا ان انت جاي تاخدني من الجامعه ليه؟ ها فاجئتني. يعني كان عندي مشوار كده في الكاميرا. مشوار ايه ده؟ أصلاً كنت بقدم في الجامعة المفتوحة. بجد؟ اه والله العظيم، بس قالوا لي ما ينفعش عشان لازم تقدم بعد الترم التاني. برافو عليك، بس انت ليه ما قلتليش؟ وايه اللي خلاك تعمل كده اصلا؟ يعني كنت عايز اعملها لك مفاجأة. بعدين انا كل منايا يا ناتي انني اشرفك وارفع راسك قدام اي حد. يا سكرين انت تشرف اي حد. كفاية اللي انت عملته معايا. قولي والله العظيم من قلبك. والله العظيم من قلبي. طب وانا مسامحك يا ناتي، بس ما تعمليش كده تاني. حاضر.